أثارت لقطة جمعت بين عروسين إعجاب المطربة اللبنانية إليسا ما دفعها لمشاركتها مع معجبيها والتعليق عليها، والمقطع المصور من حفل زفاف عروسين بلبنان ظهرت خلاله العروس أثناء رقصها مع زوجها رغم جلوسها على كرسي متحرك على أنغام أغنية لإليسا. وأبدت إليسا تأثرها بهذا المشهد وعلقت عليه عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يلي واضح قدي بحبوا بعض، قالوا لي انه بمنطقة برج بالشوف. وتابعت: الله يهنيهم بحب اللي تخطى كل شيء ليكون درس بالحب. وكانت المغنية اللبنانية إليسا اعلنت في شهر اغسطس قرارها باعتزال العمل الفني في خطوة مثلت صدمة لعشاقها. وغردت إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: أستعد للألبوم الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي. أعلن: هذا بقلبي يتألم لكنه قرار عن قناعة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه عصابات المافيا ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك.